السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا مريم، منشطة في جمعية كانيا مكان. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد النشاط اللي هو زوين زوين بزاف، اللي سميته شجرة العائلة. هاد شجرة العائلة هي واحد الرسم بياني كيوضح العلاقات بين الافراد ديال العائلة، يعني كيجي بشكل هيكل تقليدي كيظهر على شكل شجرة، وكيتقال أيضا بأن هذه الصورة ديال الشجرة نشأت للتعبير عن الأنساب باستعمال واحد الفن من الفنون ديال القرون الوسطى. وأطول شجرة عائلية، يعني شجرة عائلة في العالم، هي الشجرة ديال المعلم والفيلسوف الصيني كونغ فوشيوس، وهو من سلالة تانغ كينغ. يعني هي ممتدة لما يزيد عن 80 جيل، وكتضمن ما يزيد عن 2 مليون عضو. وحنايا غادي نديرو هاد الشجرة ديال العائلة ديالنا باش نعطيو قيمة للعائلة ديالنا، ونعرفو السلالة ديالنا والأصل ديالنا، يعني الجدود الأولين ديالنا والجدود الآخرين والآباء، وحنا كذلك غادي نكونو فيها، وغادي نبقاو كنعطيو بها قيمة وكنديرو فيها الأفراد ديال العائلة ديالنا، كتبقى لنا كسلالة للأجيال اللي جاية إن شاء الله القادمة. إذن باش غادي نقادو شجرة العائلة ديالنا، غادي نحتاجو ورقة بيضاء، قومة إلا احتجتو ليها، قلم الرصاص، ملونات، وفترات. إذن نبدأ على بركة الله في الرسم. كل طفل عنده الحق يختار الشجرة اللي بغا والشكل اللي بغا، وكيبدأ بالطريقة اللي بغا. مثلا أنا غادي نبدأ بالجذع هو الأول، من بعد غادي نديرها هكا قلم خفيف باش يبان ليا. ومن طبيعة الحال حتى الطفل ما غادي يبدا الا ما عرف العدد اللي عنده ديال العائلة ديالو. في العائلة ديالو عندكم جوج حالات، يا اما كنبداو كنديرو الاجداد ديالنا هنايا لتحت، اولا كنديروهم هنا الفوق، كنديرو الجدد هنايا متابعينهم الاباء عاد الاحفاد الفوق، او لا تيكون العكس، تيكون الجدود ديالنا هنايا تابعينهم الاباء عاد الاطفال الصغار، يعني الاحفاد كيجيو لتحت. وكديروا يعني العدد ديالكم ديال العائله كتحسبوه هو الاول باش تعرفوا شحال غادي تحطوا وشكون. اذا نبداو، وماشي بالضروره ديروا بحال الرسم ديالي، انتم احرار ديروا اللي بغيتوا، تذكروا كيف ما بغيتوا. اذا انا غادي نختار، غادي ندير جدود الفوق، وغادي نتبعهم الاباء هنايا الوسط، عاد غادي يكونوا الحفيد هنايا لتحت. اذا نبداو، غادي ندير الجدوده الاولين، غادي نبدا بالجد الاول هنا تبعه الجده الاولى ديال الاب. هنا غادي نبدا هالجد والجده حتى هي، وهنا غادي ندير الاب، غادي نكتب الجد، غادي ندير الجدة. من بعد راه غادي نزوقوهم ونلونوهم، غادي ندير الأب، هنا غادي ندير الجد، وهنا الجدة. من طبيعة الحال هادي غادي يكونوا ديال الأم. الأم هنايا غادي يكونوا عندنا الاباء، يعني الاب والام غادي نديرو من تحت منهم، غادي يكونوا الابناء ديالهم. مثلا انا غادي ندير اربعه ديال الخوت، بحال هذا الشكل. هذا انتما كديروا على حساب العدد ديال الاخوه ديالكم والعدد ديال الجدوده ديالكم والافراد العائله الا بغيتوا تكبروها. من طبيعه الحال انا غادي ندير الاسم ديالي، اذا مريم، من بعد كريم، امين، خديجه، هادو الاخوه ديالي. كاين اقتراح اخر تقدروا ديروه، اللي مثلا اللي عنده التصاور ديال العائله متوفرين عنده راه يقدر يقطعهم ويلصقهم هنايا في بلاصه هاد الرسم.
يعني في بلاصه الرسم كديروا الصور ديال العائله ديالكم هكذا. اذا دابا انا غادي نبدا تلوين ديال الجذع هكذا، غادي نلون وغادي نبقى مكمله في التلوين بحال هكذا حتى نسالي الجذع ديال الشجره. من بعد ما كملت التلوين ديال الاغصان ها هو ما بينتهم البني والجذع ديال الشجره، غادي نبدا تندير التأطير ديال هاد المربعات باش يبانوا ليا هكذا. ومن بعد ما كملنا التأطير غادي ندوزو نلونو الخانات، غادي نلونهم بحال هكذا كاملين. انا اختاريت اللون الاصفر، نتوما تقدروا تختاروا اي لون بغيتو باش من بعد ملي نساليو التلوين عاد غادي نكتبوا الاسماء ثاني من جديد باش يبانو، ونبقاو هكذا مكملين حتى نكملوا التلوين ديال الخانات. ودابا غادي نبداو في الكتابه ديال الاسماء، يعني نعاودو نكتبوهم باش يكونوا باينين. كريم، مريم، امين، ونبقاو مكملين بحال هكذا. ودابا ملي كملنا الكتابه ديال الاسماء، انا راه كتبت غير الاسماء، ولكن نتوما غادي الا عندكم التصاور غادي ديروا الصويرات هنايا ديال الافراد العائله ديالكم كاملين. هنايا الاخوه ديالكم، هنا الاب والام، وهنايا الاجداد ديالنا الجدوده. من بعد الا ما عندكمش الصويرات كديروا الاسماء، يعني الاسماء الحقيقيه ديال الام ديالكم والاب والاخوه، وكذلك الجدوده ديال ماماتكم والجدوده ديال باباكم. اذا دابا نبداو في الاطار ديال الشجره، كملوه. ملي غادي نكملوه هكذا غادي نبداو في التلوين ديال اللون الاخضر ديال الشجره. اذا دابا نبداو في التلوين، ونبقاو مكملين هكذا حتى نساليو التلوين. ودابا ملي كملنا التلوين هكا غادي نزيدو غير واحد جوج وريضات هنايا باش يبانو زويونين وصافي، باش نكملو شجره العائله ديالنا. هكذا ونزيدو لون اخر، ومن طبيعة الحال راه نتوما هذا غير شكل افتراضي، هذا غير شكل انا اختاريته، نتوما تختاروا اي شكل بغيتو وكديروا بالابتكارات ديالكم بالابداع ديالكم، راه غادي يطلع ان شاء الله زوين. ولا ما تنساوش الا كملتوا درتوا النشاط ديالكم تاخذوا ليه صوره وتشاركوها معنا على حساب فيسبوك ديال جمعيه كان يا مكان. كنتمنى تعجبكم النشاط ديالنا، هذا هو الاقتراح. وكاين عندنا اشكال اخرين نوجدهم باش نوريهم لكم. هذا الشكل الاول، هذا الشكل الثاني. كنتمنى يعجبكم بزاف، تهلاو في راسكم، الى اللقاء.